السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الرئيسان المشاركان، أصحاب السمو، المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يطيب لي أن أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لرئيسي الدورة 70 والدورة 71 الجمعية العامة للأمم المتحدة على كافة الجهود المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع، ونثني على الجهود الكبيرة التي بذلها المسيران للمشاورات، ولا يفوتنا أن نشكر الأمين العام على جهوده القيمة السيد الرئيس. ينعقد هذا الاجتماع في ظل تزايد النزاعات والأزمات الإنسانية في العالم التي خلفت أكبر أزمة لاجئين وهجرة غير مسبوقة، فلا تزال صور الزوارق المكتظة باللاجئين والمهاجرين الفارين من مناطق النزاعات والفقر وما تجسده من مآسي تدمى لها القلوب وترهق الأبصار والأسماع، تشهد على ما يتعرض له هؤلاء اللاجئين من اتجار وتطرف وتشريد قسري وعنف جسدي ونفسي، وما يشكله ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ومن بالغ الحزن والأسى أن يقضي الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذو الإعاقة نحبهم في هذه العملية، ليكونوا الشريحة الأضعف والأكثر عرضة للخطر، ولأنه لا يمكن البقاء التقاضي عن هذه الانتكاسات الجسيمة. نود التأكيد على أهمية التعامل معهم استناداً لهشاشة وضعهم ومنحهم الحماية والمساعدة طبقاً للقانون طبقاً للمواثيق الدولية الإنسانية. السيد الرئيس، يجمع المجتمع الدولي اليوم بأن التواصل لحلول مستدامة للتدفقات الكبيرة للاجئين والمهاجرين والأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عنها يستوجب تكثيف التعاون للتوصل إلى رؤية متكاملة لمعالجة الأسباب الجذرية. ونحن بحاجة إلى برامج خاصة بهذا الموضوع، وذلك على شكل مساعدات ملحة. هل لدينا إجماع بشأن أزمة اللاجئين التي نواجهها اليوم وهي نتيجة للصراعات المستمرة؟ فقطر لطالما حذرت ضد هذه الصراعات والنزاعات في المنطقة العربية وكذلك الآثار الكارثية لها على السلم والاستقرار الدوليين، وهذا ما أدى أيضا إلى موجات هائلة من اللاجئين من هذه المنطقة. لكن المنطقة والإقليم بشكل عام يستضيف تقريبا 2.2 من إجمالي عدد اللاجئين في العالم، وتؤكد قطر على أهمية التعاون الدولي من أجل التوصل إلى حلول لهذه المشاكل، وألا يقتصر الوضع على البحث عن سلول قصيرة المدى. يجب أن تكون هذه الحلول طويلة المدى ومستدامة ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، وتكون نتاج الوساطة والذي أثبت نجاعته وفاعليته الكبيرتين. وقطر تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال. المنطقة العربية أيضا تعاني من مشكلة اللاجئين، وعانت من هذه المشكلة لعقود طويلة، ونحن نعرف أنه مؤخرا تعرض موجات من الناس للجوء والتشرد، وخصوصا بعد 7 عقود من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وهذا الموضوع موضوع له بعد قانوني، وهذه الأزمة أثرت على الأمن والسلام في المنطقة. العالم يجب أن يبحث عن حلول مستدامة وواقعية لهذه المشكلة، وبما يتسق مع الأعراف والمعاهدات الدولية وحقيقة وجود الملايين من اللاجئين والمشردين الذين خرجوا وفروا بحياتهم من سوريا. لهو مؤشر على تداعيات الأوضاع الإنسانية المتردية هناك، ومؤشر على غياب الجدية في التصدي للجرائم التي ينتهكها النظام، وبالتالي هذا يحتم علينا البحث عن حل سلمي للأزمة والتوصل إلى السلام والاستقرار وكذلك حماية حقوق أخواننا وأخواتنا السوريين. يتعين علينا أن نبحث عن حلول مستدامة لمشاكل المندلعة في العالم. مسؤولية قطر
تجاه الشعب السوري تبين أنه في عام 2011 قدمنا 1.7 مليار دولار فضلا عن 900 مليون دولار وكذلك 150 مليون دولار للمنظمات غير الحكومية فضلا عن ملايين الدولارات التي قدمت إلى المنظمات المتخصصة وهنالك ما يزيد عن 20 ألف لاجئ سوري وارتفع العدد إلى 45 ألف لاجئ سوري فضلا عن إصدار أكثر من 7 آلاف تأشيرة مكنت كثير من السوريين من الانضمام إلى عائلاتهم هنا في الدوحة وما بين عامي 2012 و2015 أكثر من 600 ألف طفل سوري استفادوا من المساعدات والمعونات التي قدمتها دولة قطر ونحن عازمون على تنفيذ خطة قطر الوطنية 2030 ومن مضامنها البحث عن الإدارة الإنسانية التي تعنى بوضع التدابير الفعالة والناجعة من أجل تلبية احتياجات المحتاجين وهذا يحتم علينا القيام بذلك من دون تمييز ضد أي شخص وأخيرا نأمل أن يحقق هذا الاجتماع وهذا الملتقى نتائج فعالة وتصدي للأسباب الجذرية لمشاكل اللاجئين والمهاجرين كذلك توفير المساعدات الإنسانية التي تمكنهم من العيش بحرية وكرامة ومن دون ذلك لا يمكن أن نتوصل إلى حل دولي مستدام.